فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم. أسلمة، مرحبا بكم في عدد جديد من فوكس. اليوم 24 ديسمبر، الحدث أنه بش يبدأ تطبيق جواز التلقيح في تونس، الجواز هذايا اللي تم الإعلان عنه منذ مدة. اليوم انطلاق العمل بجواز التلقيح. شمعناه؟ يعني التواجد في مختلف الإدارات العمومية، وسائل النقل، المصالح والمقرات والمنشآت العمومية، كذلك التربوية والجامعية، رياض الأطفال، مراكز التكوين في القطاعين العمومي والخاص، هيكل الصحية، بالسبيطارات، الكلينيكات، السجون، المقاهي، المطاعم، المحلات، الوحدات السياحية، الفضاءات المفتوحة، لكل العموم تستوجب الاستظهار بجواز التلقيح اللي يثبت استكمال عملية التطعيم. أيضا يتعين على كل تونسي الاستظهار بالجواز هذايا لمباشرة عمله في المؤسسات والقطاعات اللي ذكرناها. كذلك لدى مغادرة البلاد من مختلف النقاط الحدودية البرية والبحرية والجوية. معناها استكمال عملية التطعيم حاليا في تونس؟ استكمال عملية التطعيم في تونس هي الحصول على جرعتين من اللقاحات اللي تتطلب جرعتين أو جرعة واحدة من لقاح جونسون. تقريبا لقاح جونسون هو الوحيد في تونس اللي يتكون من جرعة واحدة وتم استخدامه لتطعيم الأشخاص. فئات المعنية باستخراج جواز التلقيح هما اللي عمرهم 18 سنة فما فوق، بالإضافة إلى الأجانب الوافدين والتونسيين الحاملين لجوازات أو شهادات تلقيح من دول أجنبية. أشخاص التونسيين اللي عمرهم فوق 18 سنة أو المقيمين في تونس إجباري أنهم يستظهروا بجوازات التلقيح في الأماكن اللي ذكرناها بكري. يستثنى الأشخاص اللي عندهم إعفاء من التطعيم لظروف صحية وحددتها وزارة الصحة وحكيت عليهم. المرضى بكورونا معفيين أثناء فترة مرضهم من أحكام الاستظهار بجواز التلقيح، حسب ما أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهات كورونا محجوب العوني، وأكد أنه حاملي الفيروس تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية لتوجب خضوعهم للحجر الصحي إلى حين شفائهم من المرض حتى لا يكونوا سبب في انتشار العدوى. واللي تم استخراج جواز التلقيح؟ تم استخراج جواز التلقيح بعد الدخول إلى فضاء المواطن عبر منصة إيفاكس للتلقيح من خلال رقم التسجيل بالمنظومة ورمز التثبت اللي تم إرساله على الهاتف، ثم يتم تحميل جواز التلقيح في نسخته الرقمية أو الورقية. سهل برشا، أي شخص ينجم يدخل منظومة إيفاكس فضاء المواطن ويستخرج جواز التلقيح إذا هو أتم عملية التطعيم. الوضعية في تونس حالياً، نسبة التلقيح تجاوزت 46.65%، أكثر من 5.5 مليون تونسي استكملوا عملية التلقيح. نسبة معقولة، لكن لازم في حاجة أنها تزيد وفي حاجة أنها ترتفع. نجيو توا للدول اللي اعتمدت جواز التلقيح. نلقاو أكثر دولة نجمو نحكيو عليها هي دولة شقيقة، دولة جارة، هي المغرب. بدأت في اعتماد الإجراء هذايا في شهر ديسمبر قبلنا تقريبا. نشوفوا من التجربة اللي حكينا عليها في المغرب أنه تطبيق قانون جواز التلقيح فيه صعوبة إذا كان العباد ما تكونش متعاونة، إذا كان ما فماش إقبال كبير على التلقيح في ظل رفض متواصل لبعض الفئات للتطعيم. هذاك علاش لازم يكون فما ليونة في تطبيق إجراءات جواز التلقيح. مع ذلك ينجم هذايا الجواز هذايا يشجع عديد الناس على أنهم يلقحوا، ويمثل خطوة حول أو خطوة نحو إجبارية أو إقرار إجبارية التطعيم. ومن الدول اللي أقرت إجبارية التطعيم نجم نذكر بريطانيا، نجم نذكر روسيا، كازاخستان، بريطانيا، كما قلت عدة دول، السعودية، عدة ولايات في الولايات المتحدة. فوكس اليوم انتهيت، كان موضوعها جواز التلقيح اللي يبدأ العمل به اليوم. كنت معكم كالعادة سمية حمدي في الإعداد والتقديم، ومحمد ذي فجرية في الإخراج. باي باي. فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم.